إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعمال کا آغاز ہو رہا ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کا انتظام ہو. آج کے اعمال انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں دعا امام زمان سے، سب مل کے ساتھ میں تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله محمد سب مل کے تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ یاسین کی تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اب ہم دعائے کمل کی تلاوت کریں گے اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست ولن لكون شرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي،
ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم احترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض اوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، والزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعض من طوى علي قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي
أتسلطوا النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تقول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع عدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبدين مسلمين سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تغب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنكم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تجعل
تنشروا أو رزق تبسطوا أو ذنب تغفروا أو خطأ تستروا يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون عمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وابل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأصرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملكه إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره
شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا الله تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی صفوں کو درست کر لیں اور جتنا سمٹ کر اور قریب ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اتنا قریب آ جائیں تاکہ جو بعد میں آنے والے مومنین ہیں ان کو جگہ مل سکے. ماشاءاللہ سے بہت مومنین کی تعداد آ رہی ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا قریب اور سمٹ کر بیٹھ سکتے ہیں اپنی صفوں میں درست کر کے اس کو سمٹ کر بیٹھ جائیں. بر محمد والے محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان محترم, نیمہ شعبان کے اعمال بجا لانے کے لیے ہم سب اس مقام پر جمع ہوئے. قبل اس کے کہ اعمال کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے, مختصر سی گفتگو ماہ شعبان کی عظمت کے لیے اور بالخصوص 15 شعبان کی اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے, تاکہ یقیناً جن اعمال کو انجام دینے کے لیے ہم اس مقام پر جمع ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ پروردگار عالم آج کی رات کس قدر اپنے فضل و کرم کو اپنے بندگان خدا کے اوپر نازل کرنے کے لیے آمادہ ہے. بس بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی طلب کے انداز کو درست کر لے تو خدا آج کی رات میں اپنی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا مگر یہ کہ وہ معصیت کا سوال کرے. لہٰذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا, کہ آج کی اس رات کی یعنی نیمہ شعبان کی اس شب کی کیا فضیلت ہے, تو امام نے فرمایا کہ یہ افضل اللیالی بعد لیلۃ القدر, کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر سال کی کوئی سب سے زیادہ عظیم رات ہو سکتی ہے تو وہ آج کی رات ہے جسے 15 شعبان کی رات قرار دیا گیا ہے, کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر اپنا فضل نازل کرتا ہے اور اپنے احسان کے سبب ان کے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. بس امام فرماتے فاشتہدوا فی القربۃ الی اللہ تعالی فیہا, بس انسان کو پروردگار عالم کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے اس رات میں کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ پروردگار عالم تو آمادہ ہے. پروردگار کہتا ہے کہ فانہا لیلۃ آل اللہ عز و جل علی نفسی, خدا کہتا ہے کہ مجھ پر اپنے نفس کی قسم کہ لا یرد سائلا فیہا, کہ میں آج کی رات کسی سوال کرنے والے کے سوال کو رد نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ معصیت کا سوال کرے. بس امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے لیلۃ القدر کو ہمارے جد اللہ کے رسول کے لیے قرار دیا گیا ہے, لیلۃ نیمہ شعبان کو ہمارے لیے یعنی اہل بیت علیہ السلام کی شب قرار دیا گیا ہے, اور بڑھ جاتی ہے اس رات کی فضیلت اور قدر کہ جب اس رات کے اختتام کے اوپر ہمارے اور آپ کے مولا و آقا حضرت حجت بقیۃ اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا کی ولادت قرار پاتی ہے. لہٰذا یہ مومنین کرام کے لیے عید کی رات قرار پاتی ہے, اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس رات میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں کہ ہماری تمام خوشیاں اپنے معراج کو پہنچے گی جب ہم اپنے اس نیمہ شعبان کے اعمال کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بجا لا رہے ہوں گے. اور عزیزان محترم آج کی رات میں اعمال کی ایک فہرست ہے,
سورہ یاسین سے ابتدا ہو چکی ہے، اس کے بعد دعائے کمیل، گویا آج ہی کی وہ شب ہے جو دعائے کمیل کی سالگرہ ہے، کہ اگر پورا سال انسان کو توفیق نصیب نہ ہو تو آج کی شب میں دعائے کمیل کی فضیلت کو پڑھنے سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، کہ انسان کی مغفرت کو خدا کی بارگاہ میں اپنی طلب حاجات کو پیش کرنے کا یہ ایک بہت ہی بہترین انداز ہے۔ اس کے بعد یقیناً آپ سب لوگ آج کی شب کے اعتبار سے غسل کو انجام دے چکے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ غسل ہے کہ جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ فَإِنَّهُ يُوجِبُ تَخْفِيفَ الذُّنُوبِ، کہ اس غسل کا انجام دینا انسان کے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ آج کی رات ایک بہت اہم عمل کہ انسان کچھ نہ کرے، صرف اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اگر جاگ کر گزارے، جو کہ سید سجاد کی سنت تھی، تو روایت یہ کہ من احیاہا ہاذہ اللیلہ، جو آج کی رات کو جاگ کر گزارتا ہے تو جس دن سارے دل مردہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن اس کے دل کو زندہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اہم ترین عمل آج کی شب کا، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں روایت یہ بتاتی ہے کہ من ارادہ ایوسافیہ ارواہ میں اتا و اربا و عشرین الف نبی، کہ اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے۔ انسان اپنے زمانے میں بہت سے افراد ایسے کہ جنہیں بہت عظیم سمجھتا ہے، محترم سمجھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ زندگی میں مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے۔ روایت یہ کہ اگر کوئی 1,24,000 یعنی آدم سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تک تمام انبیاء سے مصافحہ کرے، تو ان تمام انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب آج کی رات میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کا ہے۔ درود پڑھے محمد علی محمد۔ تو انشاءاللہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی آج کے اعمال میں ہمارے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اہم نمازیں ہیں جو آج کی شب میں پڑھی جائے گی، ایک نماز جعفر تیار ہے جو آج کی رات کی مخصوص نماز ہے، اور ساتھ میں نیمہ شعبان کے اعمال کی ایک مخصوص دو رکعت نماز ہے، وہ بھی انجام دی جائے گی۔ کچھ مختصر دعائیں ہیں، انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نماز جعفر تیار سے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2-2 رکعت کر کے ہم اسے انجام دیں گے۔ نماز صورت جماعت ہوگی، یعنی ہم نماز کی صورت کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے، مگر ہر ایک نے اپنی اپنی یہ نماز فرادا نیت کے ساتھ انجام دینی، یعنی پوری نماز تکبیر سے لے کر آخری تکبیرات تک خود پڑھنی ہے۔ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے ضرور، آپ ساتھ ساتھ چلیں گے نماز کو پڑھنے میں، لیکن ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اپنی فرادا نماز یہ انجام دے گا۔ 2-2 رکعت کر کے نماز ہے، لیکن یہ فجر کی طرح مکمل طریقے کی نماز نہیں ہے، تھوڑی سی مختلف ہے۔ 2 رکعت نماز جعفر تیار پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز جعفر تیار بعد میں۔ پہلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ زلزال ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات ہے۔ بعد میں جو 2 رکعت نماز ہے اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید ہے۔ تو یہ 2 رکعت اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز انجام پائے گی۔ دوسرا اس نماز کا باقی نمازوں سے اختصاص و خصوصیت یہ ہے کہ اس نماز میں الحمد و سورہ کے بعد 4 رکعتوں کے اندر 15 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر الحمد و سورہ کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں پھر ذکر رکوع کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں گے۔ رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے تسبیحات اربعہ، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے ذکر کے اندر پھر 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے پھر 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں گے، اور سجدے سے اٹھ کر تسبیحات اربعہ پڑھیں گے۔ یوں 1 رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات اربعہ ہوگی، اور 2 رکعتوں ملا کر 150 مرتبہ تسبیحات اربعہ ہوگی، اور 2 اور 2 4 رکعتوں کو ملائیں گے جو تقریباً 300 مرتبہ تسبیحات اربعہ ہوگی۔ یہ مغفرت کے لیے اور طلب حاجات کے لیے اہم ترین نمازوں میں شمار ہوتی ہے۔ جب غزوہ خیبر انجام پایا تو اس وقت حضرت جعفر تیار حبشہ سے ہجرت کر کے، جو مکے سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے، اب حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے غزوہ خیبر کی فتح کی خوشی بھی تھی، اور مسلمانوں نے اس قدر مال غنیمت پایا تھا کہ سونے کو کلہاڑے سے کاٹ کر ہر گھر میں تقسیم کیا گیا۔
علی کے برکت سے وہ قلعہ کموس یوں فتح ہوا کہ جو مسلمانوں سے بار بار فتح نہیں ہو رہا تھا، آج برکت علی سے یہ غزوے کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس خوشی کو پیغمبر دیکھ رہے تھے اور حضرت جعفر طیار سے حبشہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آ کر ملاقات ہو رہی تھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس خوشی کو بڑی خوشی قرار دوں، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ خیبر سے ملنے والا مال غنیمت ایک طرف، اے جعفر طیار آج میں تمہیں وہ نماز تعلیم دے رہا ہوں جو تمہارے نام سے منسوب ہو جائے گی، کہ خیبر سے ملنے والا مال غنیمت ایک طرف اور اس نماز کی اہمیت و فضیلت ایک طرف۔ لہٰذا یہ وہ نماز ہے جب کبھی کسی خاص مشکل کے اندر، کسی خاص حاجت کے اندر آپ گرفتار ہوتے اس نماز کو پڑھے کہ اس نماز کا خاتمہ نہیں ہوگا، پروردگار عالم آپ کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں پورا کر دے گا۔ درود پڑھے محمد علی محمد پر۔ دوبارہ ایک مرتبہ متوجہ ہو جائیے کہ نماز جعفر طیار پڑھیں گے ہم۔ پہلے دو رکعت ہوگی نماز، نماز کی پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ زلزال اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ عادیات پڑھیں گے۔ الحمد اور سورہ کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع، پھر رکوع میں 10 مرتبہ تسبیحات اربع، رکوع سے بلند ہو کے 10 مرتبہ تسبیحات اربع، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع، سجدے سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ تسبیحات اربع، پھر دوبارہ سجدے میں جا کے 10 مرتبہ تسبیحات اربع، اور جب دوبارہ سجدے سے بلند ہوں گے تو پھر 10 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کی جائے گی۔ نماز ہم سب فرادہ پڑھیں گے، بے صورت جماعت ہوگی، لیکن آپ نے نیت اپنی خود کرنی ہے فرادہ کی، اور پہلی تکبیر سے لے کر اختتام تک اپنی اپنی نمازوں کو خود انجام دینا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
وأثرنا به نقعا ووسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إنا ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وبينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد دو رکعت نماز جعفر تیار کی دوبارہ ہم پڑھیں گے جس میں پہلی رکعت میں سورہ مبارک نصر ہوگا الحمد کے بعد اور دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ مبارک توحید قل ھو اللہ احد کا سورہ ہوگا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ انجام دے اور اس کے بعد اپنی اپنی حاجات کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ کہ قبول ہے تسبیحات اربع سو دفعہ اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا
إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والأكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله عزیزان محترم اس رات کی کے اعمال کے اندر دوسری ایک اور نماز ہے کہ جب راوی نے سوال کیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے تو امام نے فرمایا اس رات نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں کہ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ مبارکہ کافرون ہے اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ مبارکہ توحید ہے اور نماز کے سلام کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یعنی جو آپ جو ہے وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر جو تسبیح آپ نارمل جو ہے وہ پڑھتے ہیں یہ ایک طرح سے اس کی برعکس تسبیح ہو جائے گی اور اس کے بعد پڑھنے والی دعا ہے کہ جو پڑھائی جائے گی چھٹے امام کے مطابق یہ آج کے رات کے اہم ترین اعمال میں سے دو رکعت نماز نیمہ شعبان کی شب کی نیت سے انجام دیں گے جس طرح سے نماز جعفر تیار بھی ہم نے فرادہ پڑھی تھی اس کی نیت بھی فرادہ کی ہوگی نماز ہم سب نے مل کر خود اپنی اپنی پڑھنی ہے صرف صورت جماعت میں انشاءاللہ یہ پڑھائی جائے گی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، وارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. تسبیح پڑھیں گے جیسے کہ ابھی مولانا نے ذکر کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر
بر محمد وآل محمد صلوات. خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ آج کی اس بابرکت شب میں اور اس بابرکت ائمہ جو آج مولود ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کے رزق کے ایسے دروازے کھول دے جن کا ہمیں حساب ہو اور جس کا ہمیں حساب نہ ہو اور ہمارے رزق میں بھرپور فراوانی عطا ہو. اس دعا کی استجابت کے لیے اب آپ کے درمیان امام بارکہ کے والنٹیئرز آئیں گے. بروز پیر اسی امام بارگاہ میں جشن ولادت باسعادت امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام منعقد کیا جائے گا. پروگرام ٹھیک 8 بجے شب دعا سے شروع ہوگا جس کے بعد مولانا شیخ قمر علی لیلانی قبلہ محترم خطاب فرمائیں گے. مختصر دور منقبت اور انشاءاللہ 10 بجے پروگرام زیارت کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. آپ سب سے اسی کثیر تعداد میں اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ بر وقت شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. آج کی نیاز جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحومہ زہرا بانو راجانی، مرحوم عبدالحسین راجانی، مرحوم شوکت علی راجانی، مرحوم ذوالفقار علی سمرانی، مرحوم جاوید رضا وکیل، مرحومہ راضیہ بانو دیوجانی، مرحوم غلام علی پنجوانی، مرحومہ گلشن بانو پنجوانی، مرحومہ کنیز فاطمہ، مرحوم رفاقت حسین رضوی ابن انصار حسین رضوی، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز، بالخصوص اس امام بارگاہ کے بانی مرحوم صابر حسین علی محمد، ان کے اہل خاندان اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم کچھ مختصر دعاؤں کی تلاوت کریں گے جو اس شب میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إليه ملجأ العباد في المهمات وإليه يفزع الخلق في الملمات. يا عالم الجهر والخفيات. يا من لا تخفى عليه خواطر الأوهام وتصرف الخطرات. يا رب الخلائق والبريات. يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات. أنت الله لا إله إلا أنت. أمت إليك بلا إله إلا أنت. فيا لا إله إلا أنت اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته وعلمت استقالته فاقلت وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته. فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي. اللهم فجد علي بكرمك وفضلك واحطط خطاياي
خطايايا بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك. اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعيم وفاز فغنيم، واكفني شر ما أسلفت، وعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك. سيدي إليك يلجأ الهارب، ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعول المستقيل التائب. أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم فلا تحرمني ما رجوت منك كرمك، ولا تؤيسني من سابغ نعمك، ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك. ربي إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرام والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك، وعلقت نفسي بكرمك، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رضاك، وأنعم بجزيل عطائك، وأسعد بسابغ نعمائك، فقد لذت بحرمك، وتعرصت لكرمك، واستعذت بعفوك من عقوبتك، وبحلمك من غضبك، فجد بما سألتك، وأنل ما التمست منك، أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب سجدے میں سر رکھ لیجئے اور 20 مرتبہ مل کر پڑھیں گے. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. اب سات مرتبہ. يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله،
اب سات مرتبہ لا حول ولا قوة الا بالله 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 اب 10 مرتبہ ما شاء الله 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 اب 10 مرتبہ لا قوة الا بالله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اپنی حاجات طلب کیجیے اذان محترم اس نماز کی ابتدا میں کہ جس کے بعد آپ نے دعاؤں کا سلسلہ سنا روایت کی ابتدا میں تھا کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا کہ آج کی رات کی اہم ترین دعا بتائیے تو امام نے یہ نماز تعلیم دی تھی جس کے بعد آپ نے دعا تلاوت سنی امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سجدوں میں پڑھی جانے والی ان تمام کی تمام ذکر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد اپنی اپنی حاجات کو طلب کریں امام فرماتے ہیں کہ قسم بخدا اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں جتنی بھی ہوگی تو پروردگار عالم اپنے وسیع فضل و کرم کے ذریعے سے اور اس عمل کی برکت سے ان تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا درود پڑھے محمد علیہ وسلم آج کی شب کی ایک اور مختصر دعا اس کی تلاوت کریں گے اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك نورك المتألف وضياؤك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والناش تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره وقرن ثأرنا بثأره واكتبنا في أعوانه وخلصائه واحينا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين
وعلى أهل بيته الصادقين وعترته الناطقين ولعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين. اللهم صل على آج کی شب کی ایک اور مختصر دعا اس کی تلاوت کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك الكرام ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واقض ديني ووسع علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين الناطقين وأسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل وإياك قصت وابن نبيك اعتمت ولك رجوت فارحمني يا أرحم الراحمين. الله صل على آج کی شب ایک اور مختصر دعا اس کی تلاوت کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. آج کی شب ایک صلوات پڑھنے کی تاکید ہے جو امام زین العابدین ہم کو تعلیم فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس صلوات کی تلاوت ہم ابھی کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفل
الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوتي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه، يدأب في صيامه وقيامه، في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضبا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. آج کی شب کی ایک اور مختصر دعا ہے جس کی تلاوت ہم کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون، وقصدك القاصدون، وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك، وتمنعها من لم تسبق له الغناية منك. وهانذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك
وعدت علي بعائدة من عطفك، وصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على محمد وآل محمد. اب سجدے میں اپنا سر رکھ لیجیے. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، هذه يداي وما جنيته على نفسي، يا عظيم ترجى لكل عظيم، اغفر لي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. اب سجدے سے سر اٹھا لیجیے اور پھر واپس سجدے میں رکھ لیجیے. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرضون وانكشفت له الظلمات وصلح عليه آمر الأولين والآخرين من فجأة نقمتك ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك. اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. اب اپنے سیدھے گالوں کو سجدہ جگہ پہ رکھ لیجیے. عفرت وجهي في التراب وحق لي ان اسجد لك. اب اپنے الٹے گال کو سجدے پہ رکھ لیجیے سجدہ جگہ پہ رکھ لیجیے. عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اعزاز محترم، دعاؤں کا سلسلہ اور اعمال کا سلسلہ اپنے اختتام پر ہے. آخر میں انشاءاللہ ہم زیارت اس 15 شعبان کی شب کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت کو انجام دیں گے، اور اس سے متعلقہ فضیلت ابتدا میں بیان کی جا چکی ہے کہ آج کی شب کی یہ زیارت معصوم فرماتے ہیں کہ مقابل ہے اس بات کے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج کی شب میں 124,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، کہ جس کے اندر جناب آدم سے لے کر جناب خاتم یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، تو آج کی شب میں اس زیارت کو انجام دیں. اس سے قبل ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج کے ہمارے ان تمام اعمال کو، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بحق امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف قبول فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہم سب کی ان دعاؤں کی قبولیت کا انحصار اپنے زمانے کے امام کی تعجیل پر ہے. ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. دنیا و جہاں میں جہاں جہاں مومن و مومنات موجود ہیں، بالخصوص حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو رزق کی مشکلات ہیں پروردگار ان کے رزق کے دروازوں کو وسیع فرما، جو برسر روزگار ہے پروردگار ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. پروردگار وہ بچے جو امتحانات میں مصروف ہے، دنیا میں کسی بھی اعتبار سے امتحان علمی امتحان میں مشغول ہے، پروردگار انہیں کامیاب و کامران عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ بے جرم اسیروں کی رہائی کا بندوبست فرما.
ہم میں جو جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ بہترین اشیاء جو آج کے دن ہمارے نصیب میں ہونے چاہیے، چاہے ہم نے مانگی ہو یا نہ مانگی ہو، ہمارے دل میں ہو یا نہ ہو، اپنی جانب سے اپنے بہترین بندے کو جو کچھ تو عطا کرنا چاہتا ہے آج کی رات، اسے ہمارے نصیب میں عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین جو آپس میں کسی بھی اعتبار سے رنجشوں مبتلا ہے، آج کی شب میں ان کی رنجشیں دور فرما، مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما. عزیزان محترم، آج کی شب میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کو اعمال میں ابتدا میں تلاوت کر دیا گیا تھا، مگر علماء کے تجربات میں خاص طور پہ آغائی کشمیری اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آج کی شب میں اپنے رکس کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے، جو چاہتا ہے کہ آج کی شب کی برکتوں سے یہ ساری چیزیں اس کے نصیب میں شامل ہو، تو تین مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. ایک مرتبہ انشاءاللہ وہ افراد کی جو تلاوت کر چکے تھے ساتھ میں تھے، مگر نہ وہ تمام افراد کے جو اس ثواب میں شامل نہیں ہو سکے، گھروں پر جا کر آج کی رات ویسے بھی آپ نے سنی. آئیے زیارت سے مل کے زیارت سے قبل سب مل کر دعائے فرج کی تلاوت کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث. أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة. العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازور سیدی و مولای و معتمدی انی و ان والد والدی و ان جمیع المؤمنین والمؤمنات وعن المرحومين والمرحومات وعن إمام الزمان نيابة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أم البنين يا زوجة أمير المؤمنين. السلام عليكم يا ساداتي وأئمتي يا حسن ابن علي المجتبى. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد ابن علي الباقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق برر الأمين وجميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن الأقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر وحر الشهيد الرياهي. السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء وجميع أسرى كربلاء. السلام عليك وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى محمد بن علي التقي الجواد وعلى علي بن محمد النقي الحاضي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. أشهد أنك قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبزياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يدفع ولا يدفع أبدا وأنك وجه الله الذي لم يحلك ولا يحولك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع مصرع ببدنك. لا ذليل والله معزك ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيش الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك أيها السلطان العرب والأجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان من فتنة هذه الزمان.
السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه، وسهل الله تعالى مخرجه وزهوره، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه ومواليه، ورحمة الله وبركاته. صلوات. مومنین، آج کی جو مخصوص زیارت ہم نے جس کی تلاوت کی ابھی، اس کی دو رکعت نماز جو آپ سے گزارش ہے آپ گھر جا کر ادا کیجیے گا پلیز ابھی۔